والصلاة والسلام على النبي الكريم ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد مشاهدين الأكارم تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم مضاعف لنا ولكم الأجر نطل عليكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج المبارك الذي نتدارس فيه وإياكم هذه الأخلاق التي لا ينضب معينها وكيف ينضب وهي أخلاق فطر الله تعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ربنا سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم وقال ربنا سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ونحن اليوم مع خلق عظيم من هذا الخلق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجسده النبي صلى الله عليه وسلم وهو الخلق العظيم الذي ارتضاه الله تعالى وهو ميزان الله تعالى في أرضه فبهذا الخلق يؤخذ للقوي من الضعيف ويؤخذ للمظلوم من الظالم خلق يتعايش الناس به ويتراحمون به ألا وهو خلق العدل فالعاف بالعدل قامت السماوات والأرض هذا العدل الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال ربنا سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر فهذا الخلق إذن خلق عظيم خلق يحبه الله تبارك وتعالى خلق يحبه النبي صلى الله عليه وسلم خلق عظيم خلق يتراحم الناس به لأن المجتمع الذي تسوده العدالة مجتمع فاضل مجتمع متعاون مجتمع لا ظلم فيه ولا هضم لأن القوي يؤخذ للضعيف منه بمقتضى العدالة والمظلوم يؤخذ له بمقتضى العدالة من الظالم وهكذا فهذا الخلق إذن خلق عظيم خلق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجسده على أرض الواقع فيأخذ للمظلوم من الظالم ويأخذ للقوي من ويأخذ للضعيف من القوي ويأخذ للمؤمن من الكافر ويأخذ للكافر من المؤمن إن كان مظلوما فالمدار إذن على الظلم وعلى دفعه والعلماء قالوا أن العدل هو ميزان الله تبارك وتعالى في الأرض فبالعدل قامت السماوات والأرض فعندما سرقت المخزومية وهي من بيت شريف سرقت على أحده فخاف الناس إذا قطعت يدها أن تكون فتنة فاجتمع جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يكلموه في ترك القصاص أن لا تقطع يد المخزومية حتى لا تكون فتنة فما استطاع شخص منهم أن يتقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أسامة بن زيد لأنه حبه وابن حبه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في شأن المخزومية فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه فقال له يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم لقطعت يدها إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد فكان هذا بيان نبوي أن العدالة ما فشت في مجتمع إلا وكان مجتمعا فاضلا كان مجتمعا متراحما فيما بينه فالعدل إذن يدخل في كافة أنحاء الحياة فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه داود يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فالحكم بالحق حكم عظيم يقرب من الله سبحانه وتعالى وكفى بالعدل
أن الإمام العاجل يظله الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من بين السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، والإمام العادل كذلك دعوته لا ترد بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله إلى الغمام ويفتح لها أبواب السماء، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فهذا أمر عظيم، فالحكم إذن يدخل في كافة أبواب الشرع، هنالك العدل في الحكم وهنالك العدل في الصلح، حتى الطائفتان من المؤمنين إن اقتتلوا الله تعالى يأمرنا بالإصلاح بينهم، يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالإقساط، يأمرنا بالعدل، ثم يبين الله سبحانه وتعالى أن المقسطين على منابر من نور بمقتضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على كلتا يدي الرحمن وكلتا يديه يمين. فالمقسط العادل عليه أن يعلم بأنه على منزلة فاضلة عند الله سبحانه وتعالى. أي منا لا يحب أن يكون عن يمين الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم الذي اشتد حره ومارت سماؤه وكل إنسان يذود بنفسه لا يريد إلا النجاة؟ فمن كان يعمل هذا الخلق في نفسه، يعمله في جيرانه، يعمله في مجتمعه، يعدل بين جميع الناس، لا شك بأنه يستحق هذه المزية. ثم إن العدل يأمر الله تعالى به حتى مع الكفار، فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والمراد بالإقساط هنا العدل، وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم إلى آخر الآية. فلا بد أن نعلم أن القسط أمر يحبه الله تبارك وتعالى، وأن الجور أمر محرم. فإذا كان الإسلام يأمر بالعدل فبقدر ما أمر بالعدل في غير ما آية وفي غير ما حديث يحذر كذلك الإسلام من الظلم، لأن الله تعالى في الحديث القدسي قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: لا ظلم اليوم. فالظلم إذن أمر محرم، لأن الظلم فيه عدم إحقاق الحق وفيه رفع للباطل. ما ينبغي لمسلم أن يظلم مسلما، وما ينبغي لكافر أن يظلم كافرا، وما ينبغي لكافر أن يظلم مسلما، لا بد أن يسود العدل في كل الناس. ومن هنا الإمام علي كرم الله وجهه عندما نازعه ذلك اليهودي في درعه، والدرع من المعروف أنها لأمير المؤمنين، علي كرم الله وجهه وترافع على القاضي شريح، أجلسهما على مكان واحد، أقسط إليهما في النظر، فإذا نظر إلى علي برهة نظر إلى اليهودي برهة. فلما دعا أمير المؤمنين من يشهد له كالحسن ابنه، قال له شريح: إن ابنك لا يشهد لك. مع ذلك لما رأى هذا اليهودي هذا التعامل وأن الإسلام إنما جاء للعدالة لكل الناس، آمن بالله ربا ورد الدرع إلى صاحبه، قال له: الدرع درعك، وإسلام أمر مسلمين ينصفون من لا يؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا، حري بالمسلمين أن يدخل في زمرتهم. فدخل هذا الرجل في زمرة المؤمنين، أنقذه الله تعالى من النار بسبب هذا الخلق العظيم. فلا بد عباد الله أن نري الله تعالى من أنفسنا خيرا، وأن نعلم أن هذا الخلق صمام أمان يقرب من الله، يقرب من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم كفاه مزية أن العادل يرفع الله دعوته لا يرد الله دعوته، وأي منا لا يحب أن لا ترد دعوته؟ فعلينا أن نعدل في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، علمنا الله وإياكم علم التقى والأدب.